FM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآية التي سنبين سبب نزولها هذا اليوم بحول الله هي من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه هي الآية التي وردت في سورة البقرة. لكن ما معناها؟ ما المقصود منها؟ المقصود منها حتى نفهمها لابد أن نتبين سبب نزولها. هذه تثير برشا إشكالات. فما اللي يقول لك في الصلاة وين تولي هانو ثم وجه الله؟ ما قال ربي ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إيه صحيح، هذه آية، أما شوف اللي قبلها واللي بعدها تو نتبين ذلك من سبب النزول. طيب توا اللي يقول لك هني أنا مسافر، توا مثلا مسافر ماشي كذا ومسافر في سيارة وربما في طيارة وربما في باخرة ولا كذا، ويدركه وقت الصلاة ويريد أن يصلي ولا يعرف القبلة. هذا في طيارة مثلا وحتى في سيارة هو متجه ماخذ الطريق الكياس وماشي فما يعرفش القبلة، ما المشكل؟ وإلا يظل في دار وحده، وإلا في مكان ما عندوش، ما يعرفش في بلاد أخرى مشي بلاده مشي داره، وجاء في وقت عشاء مثلا ولا وقت كذا وما يعرفش القبلة فك الدار هذيك، أشنو اللي يعمل؟ هذه كلها مبينة، بينها المفسرون والعلماء من قبل جزاهم الله خيرا. ظهر الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ظهر الآية يدل على أن للإنسان أن يصلي إلى أي جهة شاء. وظهر الآية يقول ما فمش لازم استقبال القبلة لا في سفر ولا في حضر، يعني إقامة، لا في فرض ولا في نفل. وين حضرت الصلاة وتحب تصلي صلي، أينما تولي على اليمين على اليسار، لا، هذا مخالف لما هو معلوم من الأدلة الأخرى في الكتاب والسنة بوجوب التوجه إلى شطر المسجد الحرام كما سنبين ذلك. طيب احنا قال نشوف المولى سبحانه وتعالى يقول في القرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ايش معنى هذا؟ هذه آية صريحة، فولي وجهك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والأمة المسلمين، الآية الصريحة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وين؟ فين كنت؟ في الشرق في الغرب في كل مكان، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. طيب شرقا وغرب، نعم شرقا وغرب، شمالا وجنوبا، ولا يستثنى هذا من هذا شيء سوى النافلة وفي السفر. الظهر العصر المغرب العشاء الصبح نوجهوش وجوهنا لأي جهة، لا، هذيك نتحرى فيها جهة القبلة. غير هذا نافلة مثلا وتحب تصلي وما عرفتش القبلة، صلي أي حيث كنت ولا حرج عليك. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال البيت، يعني الكعبة، البيت قبلة لأهل المسجد، المسجد الحرام يعني، والمسجد الحرام يعني قبلة لأهل الحرم، والحرم الحرم ذيك الكعبة الشريفة، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتها. إذن أصبحت الآية تؤكد فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وين؟ في الشمال أوروبا، في جنوب أفريقيا، في شرق أوروبا، في غرب العالم كي أندونيسيا، في أمريكا، في كندا، المهم. طيب هنشوفوا سبب نزول هذه الآية حتى نعرف شو معنى الفرق بين الأولى والأخرى واللي قريتها تو. هناك رواية صحيحة لا محالة توضح سبب، من خلال سبب النزول توضح معنى الآية الكريمة وتبين الحكم. الأولى، الرواية الأولى أخرج مسلم في صحيحه
والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، يعني على الدابة ناقة ولا جمل ولا كذا، كان يصلي على راحلته تطوعا يعني نافلة، حيث كان وجهه، أي أينما توجهت به راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة. وفيه نزلت هذه الآية، مل النبي عليه الصلاة والسلام بل ما تنزل هذه الآية، كان وهو متوجه من مكة إلى المدينة وفي سفر، يعني وين تتجه به الرحلة تودابة، وين من ظل تمشي مرة على اليمين مرة على اليسار، خاصة الصحراء مترامية الأطراف، هن تتوجه ويوتيه وقت الصلاة مثلا، يحب يصلي نافلة ركعتين وكذا، يصلي على اليمين على اليسار للظهر للقبلة إلى آخره. هذه رواية في سبب النزول. رواية أخرى زي تبين لنا، أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت، قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أن تصلي حيثما توجهت بك الراحلة في التطوع كما صلاة النفل، وكذل في تطوع في سيارة في طيارة في باخرة في كذا، وانت تصلي في النفل وما عرفتش القبل، صلي وين وين تتوجه، الكلها صح نافلة تونجيون بعد الفرض. وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. إذا ندرك بهذا أن الآية خاصة بمن يصلي النافلة، ما لكيفاش في الفرض، الفرض اللي هو لابد كيفاش نزل. قال ما أخرجه الدارقطني وابن مردوي عن عطاء عن جابر، هو هذا الحديث اللي يرويهن سيدنا جابر رضي الله عنه يفصل الأمر. توا الأخرين إذا كان نافلة يصلي أينما اتجهت بالسيارة وإلا الطيارة ولا كذا، إيه وفي الفرض كيفاش؟ هاو في الفرض وفق هذا الحديث قال سيدنا جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها. السرية هي الجيش اللي ما يخرجش فيه الرسول، كي يخرج الجيش كي ظل فيه النبي عليه الصلاة والسلام تسمى غزوة، غزوة كي ظل فيها الرسول، كي ما يخرجش الرسول ويبعث جيش تسمى ذيك سارية. ما لا هذه سارية وكان فيها سيدنا جابر. قال: خرجت في هذه السارية فأصابتنا ظلمة، دنيا ظليل، لا قمرة لا ضوء بلدية لا حتى شيء ضوي، لا نجوم لا قمر، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة. ما هذا مش يصلي مثلا العشاء ما عرفوش القبلة في الصحراء كيك. فقال الطائفة من هزج للصحابة رضي الله عنهم مجموعة جماعة قالوا: قد عرفنا القبلة. هم وحدهم كيك في الليل اجتهدوا، قالوا هاي ما تكون كان من هنا، فقد عرفنا القبلة هي ها هنا هكا اجتهدوا، هاو هاي من هنا قالوا قبل الشمال. فصلوا وخطوا خطوط، مش فصلوا، لا صلوا يعني أنتم صلوا أمر ذاك، أما هذه فصلوا وخطوا يعني صلوا وعملوا خطوط في الأرض، قمروا بها الغدوة اش باش يقع، باش كي تبيد يطلع النهار اش باش يقع. وقال بعضنا، هذو ما عملوا هكا، وقال بعضنا لا القبلة ها هنا، عكس الأخرين نفس الشيء، خطوا خطوط في الأرض قمروا بها مني صلوا باش يعرفوها الصباح في نفس الليلة وقتها، قالوا ها هنا قبل الجنوب، الأخرين هاي قالوا هاي ها هنا قبل الشمال، هذو ما قالوا لا اجتهاد راهو من الصحابة رضي الله عنهم. فصلوا وخطوا خطوطا كما عملوا الأخرين. فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، لا هذوم ولا هذوم، يعني إما خطوا للشرق ولا الغرب ولا الجنوب، ولا يعني هك اللي خطوا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية القبلة اللي صلوا بها هذوم وهذوم غلطة، لا هي قبلة لا لنا لا لنا. طيب قال سيدنا جابر رضي الله عنه: فلما قفلنا روحنا رجعنا سألنا النبي عليه الصلاة والسلام فسكت، حكاوا للنبي عليه الصلاة والسلام شنو اللي تم، فسكت عليه الصلاة والسلام، أمر جديد حتى يتبين، فسكت. فنزل قوله تعالى:
أينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية. وبذلك ندرك إذن أن هذا حكم خاص بمن صلى وهو لا يعرف. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم شيء أي عاودوك الصلاة، لا، أنتم ما اجتهدتوا، عملتوا خطوط، وأنتم ما عملتوا خطوط، طلعت القبلة للهذومة للهذومة، وصليتوا مثلا العشاء، تقبل الله صلاتكم، وما تعاودوهاش. ما لا، احنا توا كيف يظل الانسان في مكان ما يعرفش القبله، في دار قلت ولا في مكان اخر، ولا مشى لاوروبا ولا مشى لبلاد ما فيهاش مساجد وما يعرفوش وكذا، ويجتهد وما يعرفش يصلي، اذا تبين له من بعد وانه اللي صليه البارح الصلاه اللي صلاه راهي مشي للقبله، ما يسالش ما يعاودش الصلاه. اما من وقتها من اللي وقت اللي عرف يولي يتجه للقبله. هذه فائدة أفادنا بها حديث جابر رضي الله عنه. ولو أنه توا المشكلة ما عادتش، توا لتفمعك البوصلة، بوصلة هي جهاز آلة يجيبوها من السعودية موجودة هي، توجه لك تبين لك وجهة القبلة، تحطها تظل مكتوبة القبلة ولا الكعبة ولا كذا، يجيبوها الناس من السعودية، وفما سجادات ولا يجيبوا فيها موجودة ريناها، تتبيع أيضا في السعودية. السجادة لاصقة فيها هالبوصلة هذه، كيف المنقال بوصلة فيها اتجاه القبلة، تفرش السجادة تدورها وين تقول لك هي البوصلة هذه، بحيث المشكل انتهى. طيب، فما الروايات هذه منها ما أخرجه أيضا ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الكل بيننا شمعناك الآية الأولى اللي قريناه، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب، الآية هذه قالوا نزلت وقتش لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي الواضحة، هذه المعروفة، لما هاجر من مكة إلى المدينة وفيها اليهود. وكي كان في مكة راهو كان يتوجه لبيت المقدس، هو في مكة يعني حول الكعبة، لكن كان يتوجه لبيت المقدس. طيب، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بقى يصلي لبيت المقدس، مش للكعبة المشرف، مش المكة، مش للبيت جهة الكعبة، وبقى 14 شهرا، يعني تقريب 14 شهر، 15 16، الروايات تختلف. وهو كيك، لكن كان متقلق عليه الصلاة والسلام. علاش متقلق؟ لأنه يحب يتوجه للكعبة، هو في المدينة يحب يتوجه للكعبة، هذيك القبلة متاعه، وكان ينظر في السماء ويقلب وجهه، زعمة من هنا زعمة من هنا إلى آخره. طيب، ذكروا ربي هذا في القرآن، قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. خاطر شاف النبي عليه الصلاة والسلام كي يجي وقت الصلاة يظل يشوف الفوق في السماء، زعم الشمس غربت منا شرقت منا، زعم إذا كان شرقت منا ملا البيت المقدس تكون من هكا وإلا من هكا. المهم كيف المولى سبحانه وتعالى رأى هذا القلق على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء، وانت تلوج مني زعم القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. باش نوليك، باش نوريك تولي تتوجه القبلة ترضى اللي انت تحبها، لانه كان عليه الصلاة والسلام غايته ان يتوجه الى الكعبة المشرفة. فلنولينك قبلة ترضاها، شنو؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. انتهى الموضوع. وحيث ما كنتم في تونس، في المغرب، في أمريكا، في أندونيسيا، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وانتهت المسألة، وحسم الأمر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، وأصبحنا الآن حيث ما كنا. وسبحان الله، يعني الإنسان من فضل الله أنه الإنسان شاف ودار. أنا في كندا ونتوجه للقبلة، يعني اش تبعد كندا 12 ساعة بالطيارة نتوجه القبلة. في آسيا، بعض الدول الآسيوية العكس، ما كندا على اليسار مثلا والأخر آسيا على اليمين حسب الكرة الأرضية، اتوجه من هنا للكعبة، لمكة، لمكة.
أوروبا، أمشي لأوروبا، السويد، ألمانيا، فرنسا، أتوجه ديما أفريقيا، ديما أتوجه لكي تكون تلك القبلة هي رمز توحيد المسلمين، هي رمز الوحدة بينهم. ولذلك هما توا الوقت اللي قال المولى سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. طيب وقت اللي ولى النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه هو في المدينة، وقعد بضعة أشهر عام وشوي يتوجه للبيت المقدس، وقت اللي جيت نزلت الآية هذه ولا يتوجه لمكة، أش قالوا اليهود والمشركون في ذلك الوقت اللي في قلوبهم مرض؟ قالوا أش بيه كان يتوجه للبيت المقدس توا ولا يتوجه للكعبة المشرفة؟ قال المولى سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء، السفهاء يعني اليهود والمشركون، كما بالضبط اللي قالوه، سيقول السفهاء ما من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما كانوا يتوجهوا للبيت المقدس، أشبه داروا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال المولى سبحانه وتعالى، قال: قل لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وألا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه آية في سورة البقرة 142. أما الآية الأخرى: فأينما تولوا فثم وجه الله، الآية أخرى في سورة البقرة 115. إذن هذا حسم الموقف واغتاظ اليهود والكفر، كيفاش كانوا من الأول كانوا فرحانين كونوا الرسول والمسلمين كانوا يتوجهوا في صلاتهم إلى بيت المقدس، كي جاء الإذن في هذه الآية بالتوجه إلى الكعبة المشرفة اغتاظ هؤلاء وبدأوا يتساءلوا إلى آخره. إذن هذا كيفاش الآية نزلت تبين لنا باش ناخذوا حكم خلاصة، كون الإنسان كيظل في سفر مثلا، في سفر وما عندوش بوصلة وما يعرفش كيفاش يتوجه للقبلة، يصلي حيث شاء، يجتهد لمحالة، كان تبين له يولي يصلي اتجاه الكعبة اتجاه مكة المكرمة وما يعيدش الصلاة اللي يصليها من غير قبلة، إذا كان ما عرفش يصلي حيث شاء، هذا في الفرائض. أما في النافلة: حيث ما كنت فوجه وجهك أينما كنت، لأن المولى سبحانه وتعالى تجده أينما كنت، في الشرق في الغرب في كل مكان، والله يتقبل من الجميع. إذن هذه هي الآية التي من سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نتوقف الآن قليلا ليقرأ علينا.